برجانه خبي و انا ايمن ميقرا نوغن سمير خوشابه من جيب الدقات هجانا طوريا اليوم يوم الشبتة سيقومة 28 بإشواط 3015 ايوان جو مديتا ديون شوبين عالتت اها اكباشتا دلخا اي لقاومياتا ببرايا اينا جو اطران خبي واطور وبريشا اي ديو قليمة خابر ايسيس موست ستوباس شلومو شلومو أبا ميقرا خا بوليتيقايا إلى بوليتيقايا تجبا سمالايا سويداي أبا اليوم لخا إلى قا سنتا عمان أطورايا جمعة الخمسايا بمارا إلى جارج مكلخ باربارا يوتا وهادية hur man inte bara begår fruktansvärda våldsangrepp mot människor utan också försöker att förstöra det historiska arvet så måste man vara både blind och döv لا بس قطلة عما أب أب مخروين مردوتا بلا من البايتشن Men varför ska man döda historien? Mara nasha baqtala le barnasha in qamadi le baqtala tash'ita tariha om en framtid mara saba iman baqtala ne al tariha baqtala ne tash'ita manay baqtala ne asawra dmas khayakh min ghadada هذه مطيلة دورة رابي ميخائيل ماموم دبرانة شوتا بوتا دي بابلون أطوري تلقى جمدي ديون شوبين أخنو أتي خطواتي أرخي زميني أرخي هديري أرخي طويوة شمت صيتا مدكسانتا ومريزانتا الداها تقليتا قابلوخي فشينا من دي بايد امرنا زودا من تراش بشنة مرمى في ايدا سوكا ين باوا تشلاما دي روية التا برمتا طلتا جنجارا مرخقتا انا تراش بشنة مرمى في ايدا رمزت بشي خايوتا دوية لألتا قا قطلا برمتا جنجارا مرخقتا بألتت ماشيلا من ذهب ريتا أخا عما ترايا كل شو ما هد إتلي أخنا أتي خطواتي أدي يوم أخنا سنيقي وخ اللوبي لوبي لوبي جو كل بريتا لابس قدها أطرا أو إلى فرقانة قاتن بغزايت وقت سيفا لقاملة وشلامة لبارلة جو كل أموات الدنيا لا بس لخا جو أطرة سويدن أخ نواتي خطواتي شمت أمتا أطريتا وكل شو ماهي وكل شو ماهي اتقينا بوانت خائلانا من كلداية وسريناية وآرماية ومن دعاية ويزيداية وشركة شو ما هي قابلوخني وقف شينا بخلبة مليا من مرارة ومن خشة بغدا روخة شمطة بعلتت آني قومياتي اتقطلة وسلبتة ومرخقتة دبني عمن من باتي متواتي ورآتي اتقينا ملكاني رشماي ومطبوعة قاتر سايي وخيوتي أمينيتا أخنواتي خطواتي رابع أسقلة إيمن خاز برناش الأخونة اليمة البابة وبرونة وشركة خزمانة بقيادة بنورة قم عيني
وإي الصيرة وإيدات الصيرة لا مصيتة الفاروقين هات خجتشي هات خجتشي وقومياتك مرخقي كمرخقي لكل خبر صوبة من خيها عيادايا وآور قول صانة التخمنت قطلنتا إينا إينا والي لألن والي لألن إدلا منشخ كل خا قنطة صوانا إدبارخا صورة كل خا قنطة ينقل صانا أمنا إيد إدبارخا صورة خهيوي وهاو صورة ينهيوي واليلا ينقاركي لا اتباقش صيرة بهيمانوتا بهيمانوتا ومتنيتا وبنيا الاسطخ صدمنتيتا لا لا تنايوتا ومسليتا ولا الفلاغة ورخقتا هاتخ رأياني قارك بيش الشرية ومنشية بكل عضانة وقريدة من عمق التخمنيات ومتوخ إيدا جو إيدا متوخ إيدا جو إيدا خلبة مقروتا قربنتا من أوضة لأخت آدية بغزايوخ كلا إيوخ أم أوضة بخلبة وبخرأيانا وإيدا جو إيدا ولهوية ولهوية بقدانة سنيقوتا ين إيمن نبلغ قوقي وندينوسة أسقي وخي وخشة ماريرة كنشط ويوة هم يقرأ يدأخ رابس باي يدأخ رابس باي لبت كلخة من نوخن تقيله ديرة لخة بالواخر بنورة ومنطور دمعة عينه ولتلة أبشنت ليلة تخمونة بخزمانة ومتواتة وملكانة اديم يوما برعاشة وخ التشعيتة بتناية للقانو بآني طلمية ينظلمية وقنخة وبرمانة ماريرة الآتوراية وكل شماخينة من زونة مبلتة امبراطورية آتوريتا من قمشيخة وهل تيتت مش المانوتا وشلطانة عثمانايا وإديوم زي شويخ الداعش آني دعشاية تقينا رقة من قانونة مش المانوتا أخت إن باعي شت إسي خادينا خاتا بشت أستد جهانا جهنم خطة الأرعى مجب هاي جهانا شميانيتا على هيتا ما قتت ناشي ونخرتي يمبرمتي وشركة الطلمية أخن واتي خطواتي شقوا يضيت الكسلوخن قد آها تقليتا إتلا رابا نيشي ألصاية خامن نيشي إيلا منطيت تخمنتا الشلطان بريشي والخقلة يوداعة قامودي قد آنجي ريشي إتغط لميا برايلي القكمة فرصوفة إيلا ناشاية إتقيوا بإيدي أمنا إيد آني رمز الإسلامة مقرويلة مشورايا نيشا خينا من داها تقليتا إيلة مقروتة عدرانة هيرتا وسندتا هو لنا إيد وسكلا إيد ماديا ومعنويا لبنى عمان آني تقينا جوها وقنطة جو خابر وآني قريواتي ين آني متواتد بعمارنا قاويها نيشا تليتا يدبن مضين من داها تقليتا إيلة شررتت إيتوتا شررتت إيتوتا أخا أما طليمة ظليمة ومرخقة من أرض أوهاتا وهاو نقزة خرايا شقت هاوخ قرب الأوضالي خام دوخينا قد هاوخ خاخلة إيك الديخ بعمارة
اني نجو امريكا ان استراليا ان يوروب ان شركه اطروات خينه قد بارخ هاو لوبي متخرم شو رايا ممكن رابا من نوخن لو برابا بلشان السبيداية من تبريوا تم لتوان جميتا من خبر تنطيل قاتا قد ات الفا كلفاتي الفا كلفاتي مرخقة 850 كلفاتي اينا جو حسكا امو خمشي اينا امو خمشي اترمو خمشي اينا جو قامشدي بخايا هالبد جو ديري جو امراني جو مدرشياتي وشركة من دي ورخ التليفون تمل برمشة فشلة مضيتا قصيتا مطاكسنتا داها يوما فشلة مضيتا قد بني عمان تينا تاما سنيقنا سنيقنا عل لوشة جلة كوفصة هاوي سنيقنا عل سمسانة درمانانه دينا نائي درمانة لبة وتشيكر سنيقنا المعلبات قيال السورة اهم دي شق من زوزة جيبة قا شقلت التشكة وكليتها جوبات الدعشاية واخ متخرجي هاو سامقورة اتقيلة شلطنا داعش الله إيلة قداها كرخة شدادة بنا بمارة اتقيلة قوتيمنا متوات الديان دكتت إلى نوطة تامة من سبب بداية داعش بخايلة الدندو كانت إيت نوطة قوي قد ماصر الزابن قشخ دقت أمريلا وماصر الزابن شكا وقاتل بني عم بفريشة وهاي بليتا خيتا ينكرخ خينا إلى دينا بمارة جبل عبد العزيز ختامة لبن بريخنا أخنواتا رقما مقرون تخمانيات بريشة بريشة شمت صيتا مطقسنتا اداها تقليتا اتلن قبل طيبوتا ربتا من نوخن كل نوخن وفي صورة وخدعتي اتهاوينا نهاتف تقلياتي قد ماسخ مشميخ لي شمن قا كل بليتا معمرانيتا قد اطباني هاولون اير غشتا و اير اشتا اتسنديلا واتلن صورة تمنا ايد على مقول البوخن مصيبرانو تسنيقي وخ قد ماسخ ماطخ لقامة بس مرابا Vi har en ung pojke här idag som heter Ramsen Jonan som skulle vilja läsa upp en dikt. Ramen Jonan, förlåt. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Ramen Jonan, en varm applåd till Ramen Jonan. Alayma khayal azora shmad Ramen Jonan de yavet qare aqdam shokhta. Dagens ljus är en historia under natten. Solen som sken igår känner du ingen värme utav idag. Våran historia är inte viktig längre. Missförstå mig inte. Den är grunden till allt. Men för världen idag är den helt obetydlig. Världen idag kräver resultat varje dag. Vi var världsdominerande. Inte bara på grund av styrka. Utan på grund av att världen behövde oss. Civilisationen behövde oss. Vi skapade den, vi drev den framåt. Vi drev den framåt med uppfinningar som lagt grunden för dagens civilisation. Vi behövdes, vi var betydliga, vi var ovärderliga. Det vi måste förstå är att vi förblir historia bara på grund av våra handlingar. Inte på grund av andras. Så länge det finns en enda asyr kvar på denna planet kommer det vara vårt eget ansvar. Det jag vill säga till dig, min bror. Det jag vill säga till dig, min syster. Det jag vill säga till er är: bli betydlig, bli ovärderlig. Skriv historia, mina bröder och systrar. Varje bror är en kung. Varje syster är en drottning. Gå ut i världen och visa vem ni är. Vi behöver Nobelpristagare, Oscartagare, idrottsstjärnor, akademiker. Vi behöver stjärnor inom musik och filmbranschen. Där alla världens ögon blickar mot idag. Jag vill att ni ska skina. Skin min bror, skin min syster. I våra färger och i vårt namn.
Vi kan antingen gråta över våran historia eller så gör vi något för våran framtid. Tack för mig, mitt namn är Rami Younan och jag är en stolt asyl. باسي مرابا علامة المقرولة مشوختة مدوية لقة تاول سنقطة وعلم راميونان تاول سنقطة لأن أخنا ناطوراي مقرولة مردو تاقة تاول في اسنار كلارة هر في سنار رندا مينا دامر هر راني هوا تابرا سما كنات ستو ut i den här kylan. Jag vill bara dela med er en sak innan vi går härifrån. I torsdags kväll satt jag hemma vid köksbordet. Min son Enlil lekte med min iPad och när det plötsligt plingade till och jag fick se ett videoklipp som det var skickat till mig. Jag tittade på det och beskådade något så hjärtskärande som fick mig att utbrista ett uppgivande nej. Min son blev rädd av min reaktion och jag försökte lugna ner mig för att inte skapa oro. I klippet fick jag se hur ISIS-soldater ger sig in i Mosulmuseet. Mosul som också är känd som staden Ninve. I detta museum fanns reliker, statyer, fornlämningar och kvarlevor från många tidsepoker tillbaka i tiden. Däribland det assyriska riket. Stora bevingade tjurar, vackra stenskulpturer, böcker, historia, min historia, mitt arv, din kultur, dina statyer, allas, de tog sig friheten att demolera allt, eliminera den, begrava den som om de ville rycka ur oss, loss från marken och förinta vår existens. Jag läste att Anders Björkman på DN likställde denna galenskap med Hitlers degenererande syn på konst. Vi som en dag stod för att lägga grunden för civilisationen får idag bevittna dessa marodörer sakta men säkert ta slut på densamma. Vi är alla ledsna, vi är alla förkrossade, vi är alla förtvivlade, vi är alla arga, vi är alla förbannade. Vi alla vill göra någonting, men vi vet inte vad. Men jag kan tala om det för er, att det finns mycket vi kan göra. Det finns så mycket du kan göra. Vet du inte vad så fråga mig. Det finns många unga killar och tjejer som jobbar dag in och dag ut, kvällar in på småtimmar. En tjej som jag känner i England håller på att förlora sitt jobb för att hon jobbar för vår sak. En kille i Australien håller på att förlora sin flickvän för att han jobbar för sin sak. Vi räcker inte till. Hjälp behövs. Du kan alltid hjälpa till att göra livet bättre för vårt folk, så de kan återgå till sina hem, till sina liv. Du får aldrig tro att hoppet är ute. Du får aldrig tro att de förstörda statyerna är slutet på vårt folk. Vi har sett ni